السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، اليوم سوف نقوم بجولة خفيفة في مطار وجدة أنكاد، وهو مطار دولي يخدم مدينة وجدة بجهة الشرق بالمغرب. وسوف نقوم بجولة خفيفة خارج هذا المطار لأنه يمنع الدخول إلى الداخل سوى للمسافرين. بني المطار على بعد 12 كيلومتر من قلب المدينة. يخدم هذا المطار مدينة وجدة الشرقية، وينتفع به أيضا المدن المجاورة لهذه المدينة. كان قديما مطارا عسكريا حتى أصبح خطا جويا للمسافرين. أصدقائي الأعزاء، ابقوا معنا في هذا الفيديو. إذا كنتم مشاهدين جدد، ندعوكم إلى الاشتراك في القناة، وذلك فضلا منكم وليس أمرا. تابعوا معنا هذا الفيديو.